نقدر نسلب الشعوب حقها بالمقاومة بوجود احتلال؟ يعني نقدر نسلب حق الفصائل المقاومة؟ إذا كان هناك إجماع وطني على المقاومة فما ممكن بأنه يسلب هذا الحق. وين أكو إجماع وطني بكل التاريخ على مقاومة؟ لا يصير إجماع وطني. شوف بالعراق من 2003 ولغاية الآن وأنا أتحمل مسؤولية هذه الكلمة بأنه لا توجد مقاومة أبداً. أبد ما كانت أكو مقاومة أبداً. حتى جيش المهدي. بمختلف المسميات. مختلف التفاصيل. تخربك كل اليوم. لا بمختلف أسان قناعتي الشخصية. أيه؟ ماكو شيء اسمه مقاومة. المجتمع بعد 2003 مل كل حروب. فما قام يعطي شرعية اجتماعية لوجود السلاح. ما قام يعطي شرعية اجتماعية لتصرفات تخرج عن العقلانية وعن الحكمة وعن ما يمكن تحقيقه لمصلحة العراق. فلا توجد مقاومة أبداً من عام 2003 ولغاية الآن. جل هاي العمليات شو نسميها العدل اللي صارت من 2003 لحد هذه اللحظة؟ عمليات الضرب والاختطاف. هسه هو الطرف اللي يفعل هذه العمليات اللي حق بأنه يسميها ما يشاء. يسوي مقاومة، يسميها ثورة، يسميها إلى آخره. ولكن أنا أقول كحالة مجتمعية بأنه لا توجد حاضنة أبداً لأي طرف مقاوم أو ما يسمى مقاوم.